السلام عليكم البنات، كي داير لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى لكم تكونوا كلكم بخير على خير. اليوم البنات جيت بغيت نشارك معكم التقضيه اللي كناخذ من عند الهري اللي غادي تقدر تنفعكم وتفكركم في الحوايج تقدر تكونوا تنساهم، حيت ضروري كتنسي شي حاجه. المهم خليك مع الفيديو، تبعي لا فيديو من الاول حتى الاخر، ولا عجبك لا فيديو ما تبخليش عليا بلايك بارطاج وشي تعليق زويون بحالكم. نتمنى البنات، اول حاجه غادي نبدا معكم هذا الطحين ديال الحلوه. هذا خديت 5 كيلو، انا نقول لكم غير كل بلاصه شنو خديت فيها. هاد الطحين ما عرفتش اثمن ديالو، غالبا غيكون غير 20 درهم ولا 25 درهم. هذا الفينو غادي يكون 50 درهم البنات. المهم اثمنه مضبوطه ما خاطرها. وعندك هذا ديال 10 كيلو فرص الحرش، خديت 10 كيلو. المهم انا غادي نعطيكم الثمن اللي عطاني مول الهري، ما عطيتش هاد الحق. خديت من عنده نتوما البنات، خديت هاد 2 يطرو ديال الزيت. ديجا كنت خديت 2 يطرو من بيم، زدت عليهم غير 2 يطرو. خديت الشعرية، خديت هنا غير نص كيلو. خديت كيما قلت لكم بطاطا الحك. خديت هاد ليطرو ديال الزيت داير 75 درهم، قال لي احسن من ديال واتسوس. خديته، خديت من عنده 2 ديال اللدة، شي 360 360 وقعنا 360 160 ريال الوحدة 300 وشي حاجة. خديت 2، خديت 2 خميرات باقيين عندي، خديت فاني، خديت شوكولا نحتاجو فوندان في السوتكلية. خديت من عنده بكي ديال اتاي، وخديت مايزانا للتحليات. هادو البنات بشي 7000 وشي حاجة، زايد عليهم لي غالي هو هذا ب15 مدريه، سمعتي؟ هادو كاملين بلا هادو 3000 وشي حاجة، المهم زدت عليهم هذا. نزيد معاكم الهريب لي خديت من عندو، هادشي لي كناخذ من عندو رخيص البنات. في الحقيقة هو تا لي في الحي عقب منصور يهبط لعندو. خديت من عندو هادو، صومتهم بيت في جيسانك، قالوا لي 500 ريال 3، خديتهم من عندو غير 360. خديت 2، خديت 2 ديال الفطر شامبينيون، خديت ديال الدرام مايز، وخديت 2 ليلة. ليلية البنات 10 دراهم البواطا. وخديت من عندو الحمص والعدس، خديت كيلو كيلو. شوف محمص اللي كنت درت العدس، هذا الشيء الحرير. ومعاهم شي لعيبات اخرين، هادو خديتهم بوحديتهم وهادو خديتهم، هادو خديتهم بوحديتهم. وبغيت نشارك معكم هاد السطيل ديال الخضر، هذا خديته ب50 درهم البنات من عند دريس، رجعت عندو خديت من عندو السطل ديال التحليه. المهم غادي مور هذا غادي ندير لكم فيديو الفرق بينه وبين الكري. وديجا وحده انا من اسواق السلف كنت خديت هاد الكيش، كما قلت لكم خديت هاد الكيش من اسواق السلف، كنت خديتهم من الوقت اللي كانت غتجي امي كتبغي ندير غير كتقرا الساعه. انا كنديرو كنديرو زاد بلا صداقه، بقاو عندي يعني انا ما كنتش عولاهم من رمضان، المهم بقاو عندي في الكونجيلاتور. هادو خديتهم 3 ديال لي كيش، هادو مالحين البنات، كيبقاو بحال هكا كيبقاو يعني ما كيطالو حتى شي حاجه، كيما خديتهم كيما باقين. وكنت خديت هاد ميني بيتزا على شكل كاري، حتى هما البنات خديت منهم 3. هادو البنات كاملين 100 درهم. غتقولوا لي كنا درتهم في الدار يتقاو لك رخص، ولكن كنا عاوتاني كنا مزروبين وكنا ما كانش الوقت. خديتهم وبغيت نشاركهم معكم، يعني انا هادشي كيجيني للسيده اللي ما كتكونش، كنشاركو معكم باش السيده اللي كتكون خدامه كتكون عندها وليدات صغار ما عندهاش الوقت. الله يكون في العوان، اي وحده الله يكون في عوانها. هادشي كنشاركو معكم باش هي تستافد وتمشي تاخذ بحالهم، يعني ماشي عيب. هادشي اللي بغيت نقول لكم. وزيد كتكون حاجه نقيه، كتكون في ميكات بحال هكا كتكون حاجه نقيه وكتعرفها بانها راه مزيانه وصحيه.
المهم هذه السلعه اللي خديت من عند الهري. كنتمنى هاد البنات هاد الفيديو يعجبكم وينال الارضاء ديالكم. ولا يعجبكم البنات لا فيديو ما تبخلوش عليا بلايك بارطاج وشي تعليق زوين. انتم البنات ضروري ندير لكم هاد الفيديو ديال السكرين باش اللي بغى شي حاجه يسكرينيها. هذا الفينو فرصه رطبه ديال الحلوه فرصه حرشه الزيت هذا لا غنى عنها كلش عارفه شامبينيون مايس ليليها جوري كما قلت لكم 360 فيهم ثلاثه يعني انا جاني اقتصادي. مايزينا ستايلا
Thank you.